كابتن بدير، وانت في مشوار حياتك سواء انت ولد صغير ناشئ او حتى في الدرجه الاولى، مين كان مثلك الاعلى من الاجيال اللي قبلك؟ انا اقول لك، انا نزلتها علني في الحوار بتاع كابتن مين؟ في الاهرام، كابتن حسن حمدي وزير الدفاع الخير، وكابتن حسن شحات، مين مثلك الاعلى؟ كانوا مثل الاعلى حسن حمدي، علشان نفس المكان بتاعي، طبعا عشان مساك نفس المكان، مدافع، وزير الدفاع مساك، وكان فعلا قدوه حسنه من جميع الجوانب، اخلاقيا وسلوكيا وفنيا وكل شيء اتعلمنا منه. وقلتها بالخط العريض في الاهرام، المثل الاعلى كابتن حسن حمدي وكابتن حسن شحاته. لحظه الاعتزال جت قبل كاس الامم الافريقيه في مصر 86، كنت اتمنى تكمل عشان تلعب بطوله افريقيا في مصر. شوف يا كابتن، لكن جت قبلها. انا اقول لحضرتك حاجه، احنا رجعنا من نيجيريا بطوله افريقيا سنه 80، ما تعرفش انا جالي زي ما تقول، مش عايز اقول حاله نفسيه لان انا لسه بخير يعني وعقلي وبتاع، لكن ربنا يديك الصحه، حاجه كده زي ما تقول ايه، اوفر يعني ايه، كرهت الملعب وكرهت الكوره والمجال، ما انا قعدت افكر، جالك تشبع يعني، تشبع نفسي رهيب، وافكر طب مستقبلنا ايه، هيبقى ازاي، طب بعد ما نبطل، طب بعد 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 بعد، المهم خطر في بالي ان انا اسافر. رجعت من نيجيريا، قعدت شهرين، خدت تاشيره ابو ظبي وطلعت الامارات، وقتها قررت الاعتزال خلاص. قعدت هناك في الامارات، اشتغلت، لعبت سنه، والسنه الثانيه دخلت في مجال التدريب، واستمريت بعد كده فتره كبيره في مجال التدريب لغايه دلوقتي. ما اعلنتش اعتزال، ما اعتزلتش، دخلت مجال التدريب. انت عارف ايه اللي خلاني دافع قوي؟ بس ده للراي العام وللجمهور المنصوران، لانه اتهموني ان انا سبت الفرقه ومشيت. احتجت سلفه 500 جنيه يا كابتن من النادي، ما رضوش يديني في الوقت ده. ده وقت ايه؟ ده انا كنت نمره واحد في المنتخب، انا كان المدرب بيحطني ويحط عليا العشره، بيني وبينك يعني. زعلت جدا، جدا، يا بعد كل ده و500 جنيه ولا حاجه.